للحديث أكثر عن تورط الميليشيات الموالية لإيران في ملف المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى، بداية مرحبا بك. العراق في الماضي يعني أو سابقا إن صح التعبير كان يصفونه أنه معبر للمخدرات التي تمر عبر إيران وتنتشر إلى دول المنطقة، ولكن ما مدى خطورة أن يكون العراق الآن خلال هذه المرحلة، وخصوصا يعني لو تحدثنا عن فترة ما بعد احتلال العراق، ما مدى خطورة أن يكون العراق مستهلكا للمخدرات التي تدمر الشعوب والمجتمعات؟ أحييك وأحيي الكرام. العراق كان بعيدا تماما من أي تعاطي أو تهريب أو إنتاج للزراعة للمخدرات ولكافة أنواعها. العراق لم يكن في يوم من الأيام ممرا يعني تهريب المخدرات إلى خارجه في زمن الدولة الوطنية في العراق، ولكن بعد غزو البلاد واحتلالها عام 2003 تحول الأمر ليكون العراق مستوردا في البداية، ممرا للتهريب لاحقا، والآن مستهلكا ومنتجا ومصدرا بحسب تقارير موثقة للميليشيات. نعم استاذ مصطفى، اكمل عفوا. هذا الامر طبعا ياتي في اطار مخطط اجرامي مقصود لتدمير المجتمع العراقي، وخصوصا قطاع الشباب الذي يعتمد عليه في البناء والانجاز، وبالتالي الامر مقصود سواء من جانب المحتل الامريكي اولا ثم المحتل الايراني، وبرعايه وتسهيل العملاء الذين يتحكمون بالعراق في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ هذا البلد العربي العزيز. كما هو معلوم يعني أن الشباب هنا عندما يتم تشغيل الشباب بالمصانع، بالبناء التحتية، بالمزارع، بجميع مناحي الحياة، هناك تحدث تنمية وتحدث نهضة. لكن لماذا تقوم الميليشيات المدعومة من إيران بإغراق العراق بالمخدرات التي تضعف طاقة الشباب بل وتدمر طاقة الشباب؟ ما هي المصلحة الإيرانية من عدم نهضة العراق؟ هناك العديد من المصالح المتحققة في هذا المجال من خلال كما قلنا يعني إلحاق الضرر بقطاع الشباب الذي يعتمد عليه في كل المهام الوطنية كما تفضلت، الذي يحدث أن أولاً تخريب للبنية الاجتماعية، هدر للطاقات، هدر للموارد الاقتصادية، بالتالي انعدام عملية الانتاج في العراق، لا توجد مصانع، لا توجد مزارع، لا توجد عملية بناء وتطوير. في المقابل هناك عملية يعني استيراد لكل الأشياء من الجانب الإيراني، لكن الأساس هو تخريب الجانب الاجتماعي والصحي لهذه الشريحة المهمة في يعني الشعوب. الشعب العراقي شعب في معظمه شعب شاب دون 40 ودون 50، وبالتالي تقع عليه مهام وطنية كبيرة في البناء والإنجاز والإبداع وفي الدفاع عن الوطن. المقصود هو تدمير العراق كما قلنا، وهذا يتعلق بالمخطط الأساسي لمشروع الغزو والاحتلال الذي حصل في العام 2003، وهو محو هذا العراق بكل تاريخه ومنجزاته وقيمه، وإحلال عراق آخر لا معنى له ولا صلة له بكل تلك القيم والمنجزات والتاريخ المجيد. مصطفى، الملفت للنظر أن محافظة النجفية يعني ربما أكثر المتضررين من المحافظات العراقية بانتشار واستهلاك المخدرات، شبابها يعاني، هم أنفسهم يتحدثون يقولون نحن في المدينة في محافظة النجف نعاني من انتشار المخدرات التي تدخل عبر إيران، ولكن هنا إيران وإدخال الميليشيات عن طريقها إلى محافظة النجف، ماذا يعني؟ يعني أن هذه العصابات التي تتحكم بالعراق مسيطرة بالتأكيد على منطقة النجف، محافظة النجف ومحافظة كربلاء ومحافظات أخرى بالتأكيد، هي تسيطر على كل العراق وتتحكم بكل العراق، وبالتالي تركز
على عدم وجود حالة نهضة وحالة وعي في هذه المناطق بشكل خاص. هذه أهم الاستخلاصات التي يمكن أن ننتبه إليها في إطار عملية التركيز على محافظات بعينها في عملية تهريب المخدرات وفي عملية ترويج. عندما يتحدث سكان المحافظة ويتهمون بصراحة وبوضوح إيران بأنها هي من تقوم بإغراق محافظتهم بالمخدرات، ينبري بعض السياسيين ومنهم عادل عبد المهدي في وقت مضى يتحدث ويقول أن إيران بريئة من موضوع إغراق العراق بالمخدرات، وأن من يقوم بذلك هي دول أخرى، يعني ووصفها يعني قالها أنها الأرجنتين. حتى صارت هناك الكثير من الناس من يتهكم ويصف إيران بالأرجنتين. يعني ترى لماذا يدافع السياسيون عن إيران ويبعدون عنها تهمة هي واضحة وبالشهود العيان وبالأدلة وبالتقارير وحتى بالسكان؟ لأنهم لأسباب عدة. أولا لأنهم عملاء لهذه جارة السوء ومنبع الإرهاب إيران، وثانيا لأنهم ضالعون في عملية تخريب العراق بشكل عام في هذا المخطط الإجرامي، وثالثا لأنهم مستفيدون وضالعون في عصابات ومافيات الترويج والإنتاج والتوزيع، وبالتالي فهم مستفيدون بشكل كبير من عملية ترويج المخدرات بين أبناء الشعب العراقي، وكما قلت هم أصلا يخدمون هذا البرنامج الإجرامي وهذا المخطط الإرهابي ضد العراق وضد شعبه. لذلك نراهم يركزون على الشباب من جهة، ويبرئون جارة السوء من هذه الآفة التي لم يكن العراق كما قلت يعرفها على الإطلاق، وكانت الدولة العراقية في كل مراحلها تشدد العقوبات على مروجي المخدرات ومهربيها. الآن العراق أصبح مصنعاً لهذه المخدرات وليس مستهلكاً فقط. أنا قبل سنوات قرأت خبراً لتصريحاً لقاضي التحقيق في إحدى المحاكم في بغداد، إحدى المحاكم في بغداد، يقول أنه تعرض عليه على محكمته حوالي 50 قضية تتعلق بالمخدرات يومياً، وهناك بالتأكيد قضايا كثيرة جداً تعرض على المحاكم الأخرى في بغداد. هذه في بغداد فقط، وأتذكر أن الأمر كان يتعلق بمحكمة الكرادة، فكيف بمحاكم بغداد والمحاكم العراقية في كل المحافظات الأخرى؟ الأمر جدي وخطير. الأمر خطير عندما يكون القضاء في منأى عن موضوع إدخال مخدرات إلى العراق، وليست فقط المخدرات أستاذ مصطفى، هناك أيضا الأدوية التي طبعا من ضمنها التي تحتوي على نسبة من التخدير. كما تعرفون هناك أدوية مخصصة لنوع وصنف معين من الأمراض، هنا أيضا يتم إدخالها من أجل يعني جني أموال لصالح الميليشيات المدعومة من إيران. ولكن نتحدث هنا مع خطورة هذا الأمر من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الصحية ومن جميع النواحي، أين دور حكومة الكاظمي، وخصوصا أن الميليشيات هي التي تسيطر على المنافذ؟ كل السلطات التي تعاقبت على العراق بعد احتلاله ضالعة في كل جريمة تحدث في البلاد، وضالعة أساسا في مخطط التدمير والغزو والاحتلال والتخريب. لذلك هي يعني تتغافل بشكل حقيقي، وليست يعني لا تعلم بهذه الجريمة، لا، هذه وغيرها هي تعلم بكل الجرائم المرتكبة في العراق، هي شريكة بها، وهي تتغافل عن الجرائم التي ليست محل شراكة معها، ولكن في كل الإطار هي في كل الأحوال هي مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في العراق، لأن العراق تحت سلطتها، ولأن المنافذ الحدودية والحدود بشكل عام تحت أعينها يفترض، وتحت نظر قواتها المسلحة كما تزعم، وأيضا القوى الأمنية يفترض أن تأخذ يعني دورها في محاربة هذه الآفة، وكل المؤسسات التربوية والتعليمية والتثقيفية والإعلامية والدينية كلها يجب أن تتضافر جهودها لأجل
يعني تحصين المجتمع، في حين نجد أن المتنفذين على شؤون العراق هم الذين يهربون المخدرات، وهم الذين يوزعونها، وهم الذين ربما يصنعونها أيضا في إطار هذا المشروع الذي تحدثنا عنه، المشروع الإرهابي الأساسي الذي يعني أسفر عنه غزو العراق واحتلاله. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، كنت معنا عبر سكايب.